بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحمد الله لدينا التوفيق لأن نواصل دروسنا في القواعد الفقهية حسب كتاب دروس في القواعد الفقهية من سلسلة المعارف الإسلامية الذي صدر من مركز نون في لبنان. القاعدة الأخرى قاعدة لا تعاد، هذه القاعدة مختصة بالصلاة، يعني أصلا مجرى هذه القاعدة ليس أي شيء آخر إلا الصلاة. والمراد من هذه القاعدة أن المصلي بعدما فرغ من الصلاة لا يمكن إجراء هذه القاعدة في أثناء الصلاة، لكن بعد الفراغ من الصلاة إذا حصل لديه علم بأنه ما قام ببعض الواجبات أو أتى بواجب إضافي، مثلا بدل من أن يقرأ مرة ما قرأ مرتين مثلا، نعم، سواء كان بالنقيصة أو بالزيادة، بعد الصلاة حصل على علم بأنه إما قام بعمل إضافي أو نقص شيئا، هذه القاعدة تقول لا يلزم عليك أن تعيد الصلاة إلا في خمس. يعني إذا يكون غير هذه الخمسة لا تحتاج إلى أن تعيد الصلاة، وهذه الخمسة الطهارة والوقت والقبلة والركوع والسجود. إن شاء الله نوضح هذا. الطهارة يعني الطهارة الحدثية، نعم، يعني إذا ليس لديك وضوء، لكن إذا مثلا يدك نجس حتى ذاك أيضا لا بأس إذا ما كنت ملتفتا، نعم، بعد الصلاة. ولكن إذا بعد الصلاة فهمت أنه ليس لديك وضوء الصلاة تعاد، أو بعد الصلاة التفت أن الوقت ما لم يكن يحن، نعم، مثلا صليت بعد الصلاة فهمت أنه كان نص ساعة قبل الأذان، هذه الصلاة تعاد. القبلة كان مثلا تجاه الشرق أنت صليت تجاه الغرب، نعم، قلت يعني كرة الأرض كرة، سواء نذهب من هذا الطريق ومن ذلك نصل إلى مكان واحد، فسواء نصلي نحو الشرق أو نحو الغرب بالأخير نصل إلى مكة، لا، يجب أن يكون أقرب مكان. فإذا هناك خطأ في القبلة، الخطأ الذي لا يسمح، الخطأ قليل بس، أو ركوع ما ركعته أصلا، هذه مشكلة، الصلاة تعاد، أو ما سجدت. ولكن إذا هذه الأمور لا بأس بها، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ولكن في القراءة في التشهد في السلام هناك مشاكل، الصلاة لا تعاد. هذه قاعدة، ولكن هذه قاعدة تفاصيل لها شروط، ولكن بشكل عام مفاد هذه القاعدة عدم وجوب إعادة الصلاة إلا إذا هناك إخلال بخمسة أشياء، صحيح؟ نعم. وهذه القاعدة تجري في حالة الزيادة والنقصان،
نعم، القدر المتيقن في كلمات الفقهاء هو حالة النقصان، ولكن حالة الزيادة إذا هكذا، يعني إذا شخص قام بعمل زائد إذا نفس المسألة. إذا يكون غير هذه الخمسة لا يعد. المسألة الثانية كما قلت، المقصود من الطهور هو من عدم الوضوء مثلا غسل، نعم، ولكن إذا يكون نجاسة ليس من ضمن هؤلاء، فمثلا أنت بعد الصلاة التفت أن ملابسك نجسة، لا بس لا تعاد، ولكن إذا بعد الصلاة التفت بأنه ليس لديك وضوء تعاد، نعم، فالطهور الذي بسببه تعاد الصلاة هو الطهور الحدثي ليس خبثي. تعرفون الفرق بين الحدث والخبث؟ الخبث يحتاج إلى التطهير، والحدث يحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم، نعم، والحدث يكون أصغر أو أكبر، يعني حدث الأصغر وضوء والتيمم، حدث الأكبر غسل أو التيمم. بعد ذلك نصل إلى مدرك القاعدة، ما هو البرهان، ما هي الحجة على هذه القاعدة. إذا تشاهدون صفحة 45، نعم، صفحة 45 حسب التوقيت المحلي نعم، فهناك صحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، من الإمام الباقر عليه السلام، هذه صحيحة. أنتم درستم علم الرجال والدراية، تعرفون صحيحة ماذا يعني صحيحة، نعم؟ زرارة أن الإمام الباقر عليه السلام يروي لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يعني إذا أنت أخللت بالطهور فتعيد الصلاة، أو بالوقت تعيد الصلاة، ولكن إذا يكون قيل هذه الأمور لا. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. سؤال، هذا السؤال مهم جدا، ما معنى السنة؟ عمل النبي صلى الله عليه وآله، عموم القرآن ليس واجب. لا، السنة يعني سنة الرسول ولو أنه واجب. هذه غير ما نقول مثلا السنة يعني مستحب، لا لا، ذاك معنى آخر، وطبعا هذا المعنى معنى متأخر، ليس معنى من زمن رسول الله. في بعض الأحيان نقول هذه سنة يعني مستحب مندوب، هنا نقصد بالسنة ما تلقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل الفريضة، وهو ما تلقينا من القرآن الكريم. الصلاة لها أجزاء واجبة، ولكن بعض هذه الأجزاء الواجبة مذكورة في القرآن، وبعض هذه الأجزاء الواجبة ليست مذكورة في القرآن. الأجزاء المذكورة في القرآن نسميها فرائض، الأجزاء الواجبة ليس مذكورة في القرآن، تلقينا من سنة رسول الله نقولها سنة. فالاستدلال هكذا، الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا الإنسان يأتي بواجبات الصلاة المذكورة في القرآن ولا يأتي بالواجبات المذكورة في السنة،
هذا لا يضر بالصلاة إذا التفت بعد الصلاة. ليس يعني الإنسان يترك هذه الأمور في أثناء الصلاة ويقول لا تعاد إلا من خمس، لا، هذه واجبة. هذه واجبة، ولكن إذا تذكرت بعد الصلاة فأنك ما قمت بهذه الواجبات بعد الفراغ من الصلاة، ما قمت بهذه الواجبات التي تلقيناها من سنة الرسول، مثلا من فعل الرسول، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت قمت بأي جزء مذكور في القرآن، فالصلاة ليس بحاجة إلى إعادة. هناك سؤال؟ أنا فقط أنها يعني تخضع لقاعدة التجاوز، واجب ولا ركب؟ لا لا، سؤال جيد. قاعدة التجاوز ليست لها صلة بهذه المسألة، لأنها قاعدة للشك. نحن علينا الآن نتكلم حول من يعلم، يعلم بأنه فاته شيء أو قام بعمل إضافي، يعلم. قاعدة التجاوز للشك، قاعدة الفراغ للشك. هنا لدينا معرفة، يعني هذا مهم. يعني شكرا على هذا السؤال، حتى يعرف كل شخص ما هو الفرق بين هذا وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. فأقرأ الحديث مرة أخرى: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. يعني لست أنت بحاجة إلى إعادة الصلاة. لمن يقال لست بحاجة إلى إعادة الصلاة؟ لمن يعرف بأنه صلى. يعني الإنسان يقول لا أدري هل صليت أم لا. لا. نعم، هو صلى، فبعد الصلاة شك، لا ما شك، بعد الصلاة فهم بأنه هناك إخلال بجزء من الأجزاء. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، فبسبب ترك القراءة لا تعيد الصلاة. يعني بعد فراغ من الصلاة تذكرت أنك ما قرأت سورة الحمد أو ما قرأت آية من سورة الحمد، على الاتهال ليست مشكلة بعد الفراغ. أو تشهد، لم تأتي بتشهد، لا بس التكبير. هناك لدينا بحث حول هذا. الآن أعرف ربما في ذهنكم مسألة الأركان، فكيف الإخلال بالأركان؟ هذا في ذهنكم، إن شاء الله ندرس. التكبير سنة، ولا تنقض سنة الفريضة. يعني الإنسان الذي جاء بالفرائض ولم يأت ببعض السنن، هذه لا تستطيع أن تنقض، يعني تقسم زهر الفرائض. الفرائض تبقى، يعني الصلاة تبقى. نعم، يعني هذه الصلاة صلاة جريحة، ولكن تبقى بسبب أنها تحتوي على الفرائض. صحيح؟ في القرآن الكريم إشارة إلى بعض أجزاء الصلاة، مثلا القبلة في القرآن موجود، أليس هكذا؟ الوقت موجود، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الوضوء، إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذه موجود. راكعون ساجدون موجود، ولكن بعض الواجبات نحن نتعلم عن طريق السنة. فهناك بحثنا ما معنى السنة، أن وضحت. البحث الآخر ما هو
العلاقة ما هي الصلة والعلاقة بين هذا الحديث والأحاديث الواردة بشأن الأركان في الصلاة؟ لأننا كما تعرفون في الفقه نقسم واجبات الصلاة إلى واجبات ركنية وغير ركنية. الواجب الركني حتى إذا سهوا نعم لم نعتبه يضر بالصلاة، نعم. ولكن واجبات الركنية الخمسة ليست كلها هنا، نعم. مثلا التكبير، تكبيرة الإحرام، النية، القيام، نعم. فالجواب هذا، السؤال واضح؟ لماذا هذا الحديث، حديث قاعدة لا تعاد، لماذا لا يشير إلى بعض الأركان؟ بل بالعكس يذكر بعض الأركان كأنه سنة لا بأس به، مثل التكبير. نعم؟ العلماء يقولون لدينا لا شك بأن تكبيرة الإحرام واجب ركني، النية واجب ركني، ولكن هذا الحديث حول ما قام به المصلي بعد الدخول في الصلاة من دون النية. أصلا ما دخلت في الصلاة ومن دون تكبيرة الإحرام ما دخلت في الصلاة، يعني هذا مفتاح الصلاة. فإذا شخص ليس لديه النية لا يستطيع أن يستدل بقاعدة لا تعاد. نقول أصلا أنت ما صليت من دون النية ومن دون تكبيرة الإحرام، صحيح؟ فيبقى القيام. فكيف بالنسبة إلى القيام؟ القيام المتصل بالركوع إذن ركن. فيقول المؤلف، يقول الكاتب، الركوع ماذا يعني؟ الركوع يعني الذهاب من القيام إلى حالة الركوع. فإذا نقول الركوع يعني قبل ذلك كان قائما. الشخص الذي كان مثلا يجلس ويذهب إلى الركوع لا يمكن نسمي هذا الركوع، نعم. فلعجل ذلك ما جاءت إشارة إلى النية وتكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، فليس هناك مفارقة. فإذا شخص ما أتى بالنية الصلاة تعاد، يعني أصلا لا نقول تعاد، أصلا ليس الصلاة حتى تعاد، يعني صلي. إذا ما قام بتكبيرة الإحرام صلي، وسائر الأشياء بحاجة إلى الإعادة إذا يقض ضمن هذه الخمسة. مسألة أخرى، ماذا هو الحكم بالنسبة إلى العامد؟ العامد يعني من لم يتشهد عمداً، من لم يسلم عمداً، من لم يقرأ سورة الحمد عمداً، من لم يقرأ تسبيحات الأربعة عمداً، هل يمكن أن يستدل بحديث قاعدة لا تعاد؟ يعني الحديث الذي استفدنا كمبنى لقاعدة لا تعاد؟ لا، لا يمكن. لأن لماذا؟ إذا سألكم شخص لماذا؟ نقول لو كان بإمكان المكلف، بإمكان المصلي أن يترك الواجبات عمداً، فما معنى وجوبها؟ يعني التشريع لهذه الواجبات يصبح لغواً، نعوذ بالله. الواجب يعني لا يجوز تركه عمداً. إذا شخص يريد أن يترك هذه الأمور عمداً ويستدل بلا تعاد، نقول هذا يتنافى مع تشريع هذه الواجبات، نعم. ولكن كيف بالنسبة إلى الذين لديهم نسيان أو الجهل؟
النسيان يبدو ليس أي مشكلة. قاعدة تشمل الناسي، شخص صلى بعد الصلاة ذكر بأنه نسي التشهد، لا بس القاعدة تشمل. يعني لو لم يشمل الناسي فأي شيء يعني يريد أن يشمل الناسي القاعدة تشمل. كيف بالنسبة إلى الجاهل؟ يعني الشخص الذي ما كان يعرف أن هذه واجبة، مثلا ما كان يعرف أن القراءة واجبة أو ما كان يعرف التشهد واجب. بعض العلماء قالوا هذا لا يشمل الجاهل، الجاهل كان يجب عليه أن يتعلم الحكم الشرعي، على الأقل لا يشمل الجاهل المقصر الذي كان يستطيع أن يعرف ولكن ما ذهب يتعلم. ويقومون بهذا الاستدلال، هذا الاستدلال فيه شيء من الغموض، رجاء التفتوا. يقولون الجاهل بالحكم الشرعي فلا يخاطب بالإعادة أو عدم الإعادة، الجاهل يخاطب بصلي أو سلم أو تشهد لأنه ما كان يعرف قبل ذلك، حينما يعرف فالخطاب يأتي. ولكن بعض الآخرون قالوا لا، يبدو حتى الجاهل إذا كان الجاهل إذا خاصة الجاهل قاصر أفن مقصر، الخطاب منجز بحقي لأن الجهل ليس موضوعا للتكليف، الجهل ليس لأن العلم ليس موضوعا للتكليف. الصلاة واجبة على المكلف العاقل البالغ العالم، لا العلم بالتكليف ليس جزءا من التكليف، العلم بالتكليف من شرائط منجزية التكليف، والجاهل المقصر التكليف بشأنه منجز عند العقلاء لأنه ليس معذورا. فيبدو أن هذه القاعدة يمكن إجراؤها للجاهل القاصر. هل نراجع المراجع في هذه المسألة؟ أنا ما ركزت. نعم. ممكن تعيد هذا الجاهل المقصر؟ الجاهل تعرفون القاصر المقصر. خب الجاهل المقصر يمكن أن نقول التكليف منجز بشأنه. لماذا؟ لأنه التكليف ليس لمن يكون له علم بالحكم، لأن العلم بالحكم ليس جزءا في الموضوع. يعني لا يمكن نقول الصلاة واجبة على من يكون له علم بوجوب الصلاة. الصلاة واجبة على كل مكلف عاقل بالغ. العلم بالتكليف شرط ليس للوجوب، شرط للمنجزية للتكليف. يعني أنت معذور ولكن التكليف موجود، إذا الإنسان ليس له علم التكليف التكليف موجود. نعم. فبالنسبة إلى الجاهل القاصر يمكن نقول التكليف لا يتنجز القاصر، ولكن المقصر كيف؟ ليس هناك مشكلة لأن يتنجز التكليف، لأن المقصر هو ما كان، يعني مثل الإنسان الذي جعل أصابعه في أذنيه ولا يريد أن يسمع إلى الحكم الشرعي، لا مشكلة لدى العقلاء بأن يصبح الحكم منجزا في شأنه. ما؟ فعلى تهال يبدو أن القاعدة قاعدة لا تعاد لا تشمل الجاهل المقصر، ولكن القاصر ربما يشمل. الناسي 100% تشمل الناسي، العامد 100% لا يشمل.
يسهو بالصلاة. ماذا؟ الذي يسهو بالصلاة. يسهو في أي شيء؟ السهو مثل النسيان. السهو مثل النسيان، إذا يكون في غير هذه الخمسة لا بأس. فالحمد لله انتهينا. هناك مختصر الأفكار الرئيسة، نفس الشيء الذي نحن قمنا. فإن شاء الله في الجلسة القادمة لدينا قاعدة نفي الحرج، هذه قاعدة مهمة وإن شاء الله ندرسها في الجلسة القادمة. شيخنا العفو، هذا ما مكتوب عن المكره؟ المكره على المكره إنه ما يصلي حرج، فهذا شلون ينطبق عليه؟ لو يعيده لو ما يعيده المكره. نعم. بالنسبة إلى المكره، صحيح ما درسنا حكم المكره. المكره يبدو أنه ليس له يعني حكم تكليفي لحديث الرافع، ولكن المكره إذا يستطيع أن يعيد يبدو أنه بحاجة إلى أن يعيد. نعم. يعني إذا أكرهوك على القبلة إلى جانب آخر وبعد ذلك تستطيع أن تصلي، ذاك ما كان معصية بسبب الإكراه مثلا، ولكن الآن تستطيع أن تعيد. الحمد لله رب العالمين.